بشكل تدريجي، رأيك كابتن؟ شو أستاذ علي، احنا بدينا التصفيات بمنتخب وشاركنا بكأس العرب بمنتخب، والآن نريد نكمل التصفيات بالمنتخب الأولمبي، صح؟ يعني ثلاث منتخبات، مو هذا الواقع لو لا؟ احنا شلون نقدر نطور منتخب ونحاول انه نهيئه بشكل تدريجي اذا ما كانت عندنا اعمار صغيره؟ اذا كانوا تقريبا في 60% من اللاعبين هم فوق ال 32 سنه، تعيدهم لكاس العالم المقبله، صح؟ ايش قد يصير عمره؟ يقدر يقاوم المنتخبات الاقليميه اللي موجوده دائر مدار العراق؟ مستحيل، صح؟ زي. احنا الان لو كانت عندنا يعني تخطيط سليم، منتخب الاولمبي مثل ما سوى المنتخب السعودي، شارك المنتخب الأولمبي بالإضافة إلى 4 لاعبين أو 5 لاعبين. بعد فات الوقت عن هذا الحديث. فات الوقت. المشاركة في كأس العرب انتهت. ممكن. قلنا ونصحنا وتحدثنا وما حد أخذ الكلام. الآن احكي لي، عندنا تصفيات والمنتخب. إحنا تصفياتنا، إحنا هذا التخبط راح يبقى لنا لحد نهاية التصفيات. إحنا لحد الآن ما نعرف من مدرب صحيح. المنتخب الوطني. هذا الفريق اللي راح معسكر بإسبانيا وراح معسكر بتركيا. 4 لاعبين ظلوا من عنده. 4 لاعبين الله يخليك، يعني هي بالسوالف حتى واحد ليه جامل ولا محزن، هي مو بالسوالف، هي هذا العمل. يعني اليوم الإدارة الرياضية يعني مع احتراماتي للكابتن يونس وحتى الكابتن عدنان درجال، يعني احنا من نخلط الأوراق النجومية على صفحة والإدارة على صفحة، يعني كثيرين من اكو ناس كثيرين غيرهم، هم أكفأ منهم إداريا وقادرين على قيادة الاتحاد العراقي لكرة القدم.